بدأت محافظة أسوان في التشغيل التجريبي لمستشفى الرمض ضمن 5 مستشفيات بجانب 76 مركزا ووحدة صحية من إجمالي 11 مستشفى و112 وحدة صحية على مستوى المحافظة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة المواطن وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل. ويقدم مستشفى الرمض الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالعيادات الخارجية الخاصة بفحص العين وعيادة الشبكية والمياه البيضاء والمياه الزرقاء والأشعة المقطعية على الشبكية والعصب البصري والعمليات المتنوعة. حاليا احنا بدأنا تشغيل تدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل علشان نقدر نقدم الخدمات الطبية للمواطنين، وفي نفس الوقت نقدر نعمل تهيئة للمواطنين بالخدمات اللي بتقدمها هيئة الرعاية الصحية. بنقدم لهم كل الخدمات اللي تخص الرمض من عيادات خارجية وطوارئ وعمليات، وحاليا برضو في انتظار ان احنا نوسع، بنعمل عمليات المية البيضاء تمام، بس حاليا برضو هنتوسع وهنقدم عمليات تانية شبكية وجسم زجاجي. هو قسم بيهتم بكافة احتياجات المريض سواء استفسارات أو رضاهم عن الخدمة المقدمة ليهم داخل المنشآت الطبية. احنا في الفترة دي دورنا ان احنا نقدم التوعية للناس ازاي يقدروا يستفادوا من الخدمات المقدمة ليهم بانهم يتوجهوا لأقرب وحدة صحية أو مركز طبي ويتقدموا بالأوراق المطلوبة هناك لفتح ملف طبي هناك ليهم والأسرهم. عندنا عيادات تخصصية وعيادات عامة. الحقيقة المريض بيجي بالتذكرة، بيدخل بيتكشف عليه، بيتعمل له قياس نظر، بيتعمل له فحص قاعين، بيتعمل له كل الخدمات مجاني تقريبا من غير ما بيدفع حاجة. كمان عندنا فحوصات وعندنا العمليات، المريض بيدخل بيعمل عملية وبياخد علاجه وبيخرج تماما من غير ما يدفع جنيه. جيت هنا علشان أكشف في مستشفى الرمض عشان خاطر ضعف النظر اللي عندي، عشان خاطر كمان انا ما يعني لما باجي الضم ابره ولا بتاع ولا اتفرج على تلفزيون ولا حاجه زي كده يعني ما بشوفش كويس. جيت مستشفى رمض انا وتات عشان نكشف تمام، والرعايه كامله هنا بجد ومنتظمين وعملت كشف وهتكشف تاني وهتعدل الكشف في الانتظام، ورعايه كامله وعملت بطاقه تامين صحي وبدون تكاليف وكده تمام يعني ومجاني.